بعد ما قلت سنين برا عندك بليز تظهر لما تشوف شو الوضع؟ نعم الشعب يريد عالم الصباح الشعب يريد عالم الصباح الشعب يا شباب يا شباب عالم الصباح الشعب يريد عالم الصباح بدنا نروح بدنا نروح شوي بس نقول كلمة بدنا نوضح كلمة كتير مهمة صباح الخير لكل اللي ناطرينا اليوم بعالم صباح جديد وفقرات جديدة ثلاث ساعات على الهواء يا شباب بدنا نحكي يا شباب عالم الصباح معلي بعرف انه اعصابكم مهريه وبعرف انكم كثير تعبانين وبعرف انه انا مقدر وكلنا مقدرين مشاعر بعض ولكن نحن عنا مطالب عنا حقوق بدنا نوصلها في عنا وجع جوا في كثير ناس عم بتضرب عندها حقوق ليش نحن نقول لا ليش نحن كمان ما نضرب وما نوصل حقوقنا لهيك نحن قررنا انه باسمنا وباسم عالم الصباح باسم كل فقرة عم تحس انه حقوقها عم يوقعوا حقوقها عم ينهاروا عم يتلاشوا رح تحكي باسمنا تانيا وتوصل الصوت لانه كلنا ايد وحده بعالم الصباح تانيا اذا بتريد تفضل تانيا 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 ايها اللبنانيون الشعب بده ياكل نحن اليوم مع تصميم لانه عندنا مطلب واحد نحن بعالم الصباح عم نعاني برنامجنا عم ينقطع مرات كتيرة صحيح. احداث ومستجدات كتيرة عم تقطع لنا حلقاتنا وبيضيعوا تعبنا ومشاهدينا ما عارفة امال اذا رح تطلق او لا بقى ما بقى تعرف نهاد كيف بتعالج الجاردينيا احترقت طبخة ام خالد لانه غاب الشيف عن الشاشة نزل ابو يوسف 3 كيلو ووقف تقبلوا يا لطيف اليوم نحن واقفين وقفة تضامنية مع نفسنا وقفة عز صح نعرف انه ما فينا نغير مسار الاحداث ابدا يا ريت فينا لكن بدنا نقول بدنا حلقاتنا تكون كاملة بدنا حلقاتنا تكون كاملة لحظة يا شباب كاملة تفضلي بكفي بدنا يجي اليوم يلي ببطل فيه اخبار عاجلة ونقل مباشر ودكيت ورعبات ونقزات يوم بصير فيه وقت للاخبار ووقت للبرنامج ووقت للتسليه ووقت لتلقي الخبر يلي بنتمنى يكون دايما ايجابي عشتم وعاش عالم الصباح عالم الصباح عالم الصباح عالم الصباح عالم الصباح تانيا انا بدي اتشكر تانيا مش فيكي ما بدنا ناكل كعك بدنا ناكل جاتو ما بقى بدنا ناكل كعك طبعا لانه قرفنا الكعك بدنا ناكل جاتو مش مضطرين عماد مش فيكي مش مضطرين نحط حبة تحت لسان انا معتصمي وكل زملائي معتصمين اليوم كلنا عندنا مواضيع قاعدين هون ما تفوتوا لا فوتي احنا استشوار بنشوف شو في عندنا اليوم بس انا معتصمه بنشوف شو في عندنا اليوم طب لا اعطيني فوتي لوحدك اذا بدك انا باقي هون برا كلنا بنشوف يعني شوف نحمل لك اياها خلينا نشوف كله شوفوا شو في عندنا حلقه اصلا عماد صوت المضطهد ما بدنا فوتي 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 اعطيني